بسم الله الحمد لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب بسم الله نجعلها على الفراعنة على أسحار الفراعنة نجعلها على قمم الفراعنة على قمم الفراعنة على ملوك الفراعنة بسم الله نجعلها على سحرة الفراعنة نجعلها على سحرة الفراعنة نجعلها على سحرة الفراعنة بسم الله نجعلها على كل هرم عظيم نجعلها على كل هرم على كل هرم على كل هرم عظيم نجعلها على كل هرم عظيم على كل هرم عظيم بسم الله نجعلها على ملوك الفراعنة نجعلها على سمرة الفراعنة نجعلها على ملوك الفراعنة على سمرة الفراعنة في تابوت الفراعنة في مقابر الفراعنة في تابوت الفراعنة في مقابر الفراعنة بسم الله نجعلها على كل سحر للفراعنة بالتحنيط للفراعنة بسم الله نجعلها على كل سحر للفراعنة بالقيود للفراعنة بالأقفال للفراعنة بسم الله نجعلها على كل هرم عظيم نجعلها على كل قبر عظيم الفراعنة على كل قبر عظيم الفراعنة على كل قدر عظيم للفراعنة على كل قدر عظيم على كل قدر عظيم على كل عرش عظيم على كل صولجان عظيم للفراعنة على كل ملكة للفراعنة على كل ملكة للفراعنة بسم الله نجعلها على كل ساحر للفراعنة نجعلها على كل ساحر للفراعنة للفراعنة بسم الله نجعلها على كل أفعى للفراعنة على كل حية للفراعنة على كل ثعبان للفراعنة على كل طير للفراعنة
آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم من آل فرعون يسومونكم. وإذ ضربنا بكم البحر فأنجيناكم يا فرعون
يا فرعون يا فرعون إني رسول من رب العالمين. وقال موسى يا فرعون يا فرعون يا فرعون إني رسول من رب العالمين. وقال موسى يا فرعون يا فرعون إني رسول من رب العالمين. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم. بسم الله نجعلها على قطاس الفراعنة. بسم الله نجعلها على كل هرم. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه يفسدوا في الأرض ويذرك وأنا بأتك. قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنما فوقهم قاهرون. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقوما ليفسدوا في الأرض ويذرك وأنا آلهتك. قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا
ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه 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 ودمرنا ما كان يصنع فرعون 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 ودمرنا ما كان يصنع ودمرنا ما كان يصنع فرعون 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 وقومه ودمرنا ما كان يصنع فرعون ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون ودمرنا ما كان يصنع فرعون ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه ودمرنا ما كان يصنع فرعون ودمرنا ما كان يصنع فرعون ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون ودمرنا
ودمرنا ما كان يصنع فرعون ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وما كانوا يعرشون وإذا جئناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب بسم الله تفطر عين الفراعنة بسم الله تفطر آلهة الفراعنة بسم الله تفطر حيات الفراعنة شمس الفراعنة قمر الفراعنة حساب الفراعنة طلاسم الفراعنة عهود الفراعنة وعود الفراعنة عروش الفراعنة الفراعنة ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه ودمرنا ما كان يصنع فرعون يصنع فرعون 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 ودمرنا ما كان يصنع ما كان يصنع فرعون ما كان يصنع فرعون وقومه ودمرنا ما كان يصنع فرعون وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين 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 يا الله وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون ودمرنا ما كان يصنع فرعون 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 ودمرنا ما كان يصنع فرعون ودمرنا سحر الفراعنة سحر الفراعنة سحر الفراعنة أبارس الفراعنة شياطين الفراعنة ألوك الفراعنة بعين الفراعنة بحية الفراعنة بثعاب الفراعنة بعرش الفراعنة بتيجان الفراعنة بحسب الفراعنة
بنجوم الفراعنة بكواكب الفراعنة بنجوم الفراعنة بكواكب الفراعنة بنجوم الفراعنة بكواكب الفراعنة بشمس الفراعنة بقمر الفراعنة بمنازل الفراعنة. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا زينة وأموالا في الحياة الدنيا. ربنا ليضل عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. يفهمها جيدا. الفراعنة النجوم الكواكب الحيات الثعابين الأكثام القبور الأسحار الأسرار الرتب. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر اسمع فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا. اسمع وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق. شو هو من هو فرعون؟ قال آمنت. حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت. وهذا أمر لا شك أنكم علمتموه وشهدتموه أو سمعتموه. الأمر معلوم. فرعون مات غرقا. فأين هي عروشه وتيجانه وملكه؟ فاسمع واعلم حينما تخلف عن شرع الله وعن كتاب الله وعن رسول الله موسى أغرقه الله تعالى أمام جنده حتى إذا أدركه الغرق. وهذه رسالة إلى الفراعنة. قال آمن أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. يا الله الذي قال هذه الأنهار تجري من تحتي أليس لي ملك مصر؟ قال هذه أرضي الكنانة لي أخيراتها لي الأنهار لي النيل لي. ومع ذلك الله تعالى أمهله. الله جل وعلا أمهله وأرسله موسى وأرسله هارون لكنهما اضطرا فجعله عبرة أمام جنده وقومه يقولها لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن قد عصيت قبل لن تنفعك حينها فمات كافرا. أسمعت؟ وهي رسالة إلى كل ساحر فرعوني إلى كل مسؤول وشيطان فرعوني يكون الذي يتقوى بأسرار فرعون الأسرار الفرعونية والأسحار الحسابات. اسمع ماذا قال الله جل وعلا.
قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مسحورا. العجب هو أن تعجب كيف جاءوا به إلى هذا البيت، إلى هذه الأسرة، إلى هذا البدن، كيف جاءوا بهم إلى هذا البدن، وكيف أسلموا في هذه النسل، في هذه السلالة، وكيف لا زال سحر فرعون موصولا وقوته موصولة، والعقيدة الباطلة لا زالت موصولة ممدودة إلى اليوم تعظيما وتمجيدا لفرعون وآلهة فرعون. نعم، انظر كم قرن بعث النبي صلى الله عليه وسلم، اكثر من 1400 سنة، ولا زال الى الان عهودهم على الفراعنه وقوتها وسحرها كاليهوديه الان وكالنصرانيه الان، كذلك الفرعونيه لا زالت. الفرعونيه هذه قبل النبوه انظر كم ولا زالت. اسمع، الفرعونيه لا زالت، الفرعونيه لا زالت، وكل الطغاة من الصحراء على ملة واحدة في الطغيان. فاسمع، فأسأل الله تعالى أن يجيكم من كل شر ومن كل ظلم. فاسمع، والله تعالى أجل التابوت وجل الأكفان وجل الخدام، والبارحة خرج 10 حيات من جنود الفراعنة وخادمات الفراعنة، وجعل الله تعالى صاحب الهرم والتصفيق والرق من الصبا والصغر. فالآن أوصيكم بتقوى الله جميعا، الحجة والبيان بإذن الله تعالى تنجي من كل ظلم وطغيان. صلى الله تعالى خير الله. نعم، ثعابين الفراعنة، وانظر إلى رسوماتها وحياتها، التيجان بالحيات، الخيول بالحيات، العصا والصرجع بالحيات، لتفهم سرا بديعا عجيبا يدور شرحه باذن الله جل وعلا. فاسمع، ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها. أريد فقط أن تسمع، وأقولها دائما أثناء الرؤيا، السمع يختلف عن اجتهادك واستماعك للقرآن، قد رسم في هذه الصور كثيرا، لكن الجن في حضوره سمعه يختلف، لأنه يلقي السمع، لأنه يلقي الحجة، ولا شك أن عندهم ثقة وعلم وذكاء، وإن كان باطلا لكن يأخذه من الحق بإذن الله جل وعلا. فأريدك أن تسمع، فقط أريدك كما سمع ملك الحرم أن تسمع أنت أيضا، كما سمع الحيات أن تسمع أنت أيضا بإذن الله جل وعلا. هذا ما أريده منك. اسمع، مهما كانت عزمتك وقوتك، فقط اسمع إلى كلام الله عز وجل، فقط اسمع بالحق وبالعدل. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وهي آية، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين جميعا على مر العصور. انظر في القرآن المجيد كيف جل الله تعالى حال الظالمين بالسيف وسبهم وقوتهم وملكهم، كيف عاقبتهم واحدة، أن أخذهم الله أخذ عزيز مقتدر جميعا دون استثناء، لا تعلو آية الظلم إلا ويسخطها الله جل وعلا. ما طار طائر كما طار ما طار طائر وسفع إلا ما كان طار إذا كان ظالما. لا يثبت الله تعالى أمة كافرة، لا يثبت عرشها، مآلها إلى سواء. فالثبات يكون من أسس على تقوى الله، على بنيان الخير والعدل.
فمن كان على الجور والظلم فإنه لا شك أنه ساقط وزائل. كل من يبني قواعده على ظلم الناس فلا شك أنه زائل، لا شك أنه زائل. هذه آيات الله وهذا وعد الله عز وجل. وقال فرعون إني رسول، وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين. أريدك أن تفهمها، أريدك أن تفهمها. التصحيح، التصحيح من الصلة والصغر. تعليق هو الزواج، محو المال، تشبيه الجمال، الموروث، كل هذا جمعتموه في هذا البدن. حياث عبيد جمود رتب هرم، كلها جمعت في هذا الجسد. وبالاجتهاد نصل إلى كبير من كبار الهرم بعد إسلام الكبير على الهرم، يتجلى آخر بإذن الله تعالى بعدما أسلم عشرة من الحيات جمود وخادمات. فبإذن الله تعالى الخير موصول حتى يزعن كبير ويصبح هذا الهرم يبنى على ثوابت الخير والبر والمحبة والألفة والمودة والرحمة، إنه الله على كل شيء قدير. فأسأل الله تعالى أن يمن قلبك وقلوبكم جميعا. قال الله تعالى وقال موسى يا فرعون، اسمع الآن هذا الصمت هو استماع صوت صغار، اسمع. وقال موسى يا فرعون، يا فرعون، يا فرعون، يا فرعون. هذا موسى ينادي جبار الأرض، المتكبر في الأرض، العظيم في الأرض، القاهر في الأرض، صاحب البطش في الأرض. فينادي من؟ موسى عليه السلام. إني رسول من رب العالمين. اسمع سبع الخطاب، ولك فقط أن تفهم، والله ولك فقط أن تفهم. حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق، قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. اسمع اسمع، قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. حوار، حوار قمة في الروعة، قمة في الحجة، وقمة في الذكاء، قمة في الإلقاء. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. وقصة الثعبان والحياة مع موسى ومع بني إسرائيل ومع اليهود والفرعون قديمة جدا. ولماذا اختار الله تعالى تصبح الحية، العصا حية دون سائر الحيوانات؟ اسمع جيدا. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. اسمع اسمع اسمع. قال الملأ من قوم فرعون، الملأ من قوم فرعون قالوا إن هذا لساحر عليم. لا يأتي إنسان بهذا أن تصبح العصا ثعبان إلا إذا كان ساحر عليم. ومن قال هذا؟ قالها السحرة، سحرة فرعون، فلا يقرب منه إلا السحرة. فرأوا شيئا ما درسوا وما علموا أقوى مما عندهم. قالوا لفرعون يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون؟ فرعون، فرعون يحرك، فرعون يحرك النفوس للشر والفساد، يجعل قابلية كعقيدة تندفع بالباطن تجلى في الظاهر أم قناعة راسخة أن موسى على ضلال. قالوا أرض
أرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. في كل مكان، في كل مدائن، في كل مدينة، في كل موقع، في كل منطقة هناك ساحر وزراؤه ونوابه يسوسهم بسحره، فنادي عليهم كلهم يأتون يشهدوا هذا الأمر. لابد أن نجتمع كي نتغلب على سحر فرعون بزعمهم. نعم، فلا بد أن يكون كل حاجات من المدائن الحاشية تكلم بلسانه. ماذا حصل؟ أنا أبين للفرعوني الذي معنا. وجاء السحرة فرعون، جاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. سوف نضرب موسى ونفحمه بالحجة واستحناق ومن سحره، لكن لنا أجرا إن غلبناه وقهرناه. نعم، فهذا ملكهم الذي له خزائن الأرض ودفائنها وكنوزها وأنهارها وخيراتها. إذا غلبنا عدوك يا فرعون وأفحمناه، ألنا لأل بذلك أدو؟ قال نعم، قال نعم، وإنكم لمن المقربين. قال نعم، إذا غلبتم موسى وقهرتم موسى لكم أجر عظيم، وفقه أنكم من المقربين عندي. الصحر المقربين أنتم مني وأنا منكم. فهنا تزداد همتهم وعزيمتهم واجتهادهم في أن يفحموا وأن يتغلبوا. وأن موسى عليه السلام كان تقيا فرعون، يعرف الخبير بنفوس الصحراء وبأحوالهم. نعم، فاسمع ماذا قال الله جل وعلا، اسمع ماذا قال الله ربي وربكم. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم، وإنكم لمن المقربين. منحة عظيمة، هبة عظيمة. أين؟ قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. يعجب، نريد أن نفوز بالغنيمة والفائز والجائزة. ألقي يا موسى وإما نلقي نحن. فألقى عصا أو نكون نحن الملقين. قال ألقوا، قال ألقوا. موسى بثبات، بإيمان، بوحي من الله عز وجل، كريم الله سبحانه وتعالى، كريم الله، يثبته الله، إني معكما أسمع وأرى، إذهبا بآياتنا. فهو معه المعية، معه النور، معه الملائكة، سبحان الله، ثبات من الله يلقيه على من شاء. قال ألقوا، له قوة وعزم. قال ألقوا، أنتم صحابة فرعون، تقول أنتم الأشداء والأقوياء والحكماء والنبهاء والبغاء والصحابة، أنتم الأقوياء، ألقوا، ألقوا. قال ألقوا، كلمة واحدة قوية جدا. قال ماذا؟ ألقوا، فيها قوة. تعال، يقولون إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. قال الكلمة ألقوا، ما أنتم، ما عساكم أن تصنعوا؟ الأمر لله سبحانه وتعالى. أما رأيتم الآية، عصاي ثعبان مبين، ألقوا، اصنعوا ما بدا لكم، ألقوا. مكركم، كذبكم، غشكم، خداعكم، نفاقكم، ألقوا.
لقد رأيت من آيات الله تعالى ما بها النصر والتمكين والعزة والرفعة والسلال والسعة والغنى والرحمة والراحة. أرجو هذا حال المؤمن يأخذ فقه من آيات الله ما صدق من عزة الله ورفعة وحفظه وتمكينه، يرى أمامه فيقول بغيرها مهما هو آتي. ألقوا أولا يا ربي نصرا وحفظا وتمكينا ونصرا وعزة. ألقوا أين أنتم؟ قلوا بقدر ربي ورب عودا جميل. ألقوا فلما فيها قوة لا فيها، لم يكن فيها استسلام، لم يكن فيها ضعف، فيها قوة. ألقوا العقيدة الراسخة الثابتة، حسن الظن والإيمان. ألقوا هذه فقط تزعزع الجبال وتزعزع الأعداء الخرفان والنعاج. ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس. انظر ماذا قال الله تعالى، بين نوع السحر، سحر العينين التخيل فقط، الحقيقة لا، ما استطاعوا كما حصل عند النبي صلى الله عليه وسلم، التخيل فقط، حقة السحر في حق الأنبياء لا. يؤثر السحر بقدر الله، لكن لا يؤثر على عقول، لا يؤثر على وحي، لا يؤثر على إيمان، لكن التخيل يؤثر، حتى يجري ربنا أنه إذا كان على من حفظهم الله أثر فمن دونهم أشد وأعظم بقدر الله. افقه تفهم. قال الله تعالى قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم. خاف الناس، ما هذا؟ إنه السحر، إنه عناب الإسرائيل، إنه سحرة فرعون، إنه الأشداء الأقوياء. على من؟ على الضعاف، قلة الإيمان، قلة التوكل. ماذا؟ قالوا وجاءوا بسحر عظيم. هذا بالنسبة للعامة، هذا بالنسبة للأهماء، لكن الخاصة كلام آخر. وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك. الأمر مختلف في قلب موسى وعقل موسى ونفسية موسى، الأمر يختلف. الرعب والفزع عند العامة، الصحراء في شأشعهم وينظر إلى كبيرهم فرعون وجائزته وأنه يقربهم. العامة من الناس ترى أن هذا سحر عظيم. موسى عليه السلام في أمن وفي أمان في سكينة. أوحينا، وانظر مع موسى وأم موسى، كلمة أوحينا تلازم موسى. أوحينا وأم موسى أوحينا. وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يفقون. خلاص الباطل بسر بسيط انتهى واختفى بعصا. بعصا سبحان الله، طلاسم وعزائم وتمتمات وطقوس ورقص واستحضار، وفي النهاية عصا تلقف ما يأتيكم جميعا. مشكلة. فاسمع، فوقع الحق وبطل ما كانوا جميعا يعملون. جميعا عصا السحر من أسرارنا. عصا علماء السحر هزمتهم عصا بأمر الله عز وجل، عصا بأمر الله تعالى، فغلبوا هنالك أمام الناس ذلة وانقلبوا صاغرين. وألقي السحرة ساجدين. أي نصر هذا لموسى عليه السلام وتمكين؟ أي ذلة لفرعون ومنعه من الكافرين؟ قالوا آمنا برب العالمين. كل ما حصل شيء، وكيف ألقي الإيمان في قلوب السحرة فجأة بيقين ويعضون عليه شيء آخر؟ كل ما حصل منذ بداية أن نادأ في مدائن حاشية تكون السحر عليهم وأنت آتين، كل شيء. وأن يلقى الله جل وعلا الوحي في قلب موسى فيلقي العصا فتقف ما يأفكون، فيخر
ودخلوا الصحابة الساجدين لا كشيء آخر، ويسكتون حتى مع التهديد والوعيد. صليت أن تكون في جذوع النخ وخبرت وجدت، ومع ذلك ما تنحوا عن دين الله، كانوا قبل الثوان صحراء ثم أسلموا لله وما تنحوا عن دين الله. هذا الإيمان يلقى الله في قلوبهم لم يكن شيئا سهلا، هذا الإيمان لم يكن أمرا يسيرا. صور معي كقمة ساحر عليم يحكم بالسحر ثم فجأة يؤمن ويعض ويعقل الإيمان على قلبه ويعض عليه بالنوال ويموت في مثل ذلك، ماشي غير يموت يعذب، ماشي غير يقتلوا راه يعذب. إذن الهداية بيد الله تعالى بكل فيكون. ما تقولش إنسان لا لن يهتدي، جيب شيطان مارد لن يهتدي أبدا، ساحر لن يهتدي، لا أبدا. هذا إذا قلته فأنت تقدح في دين الله وفي رحمة الله عز وجل، لا يمكن ذلك. التوبة غير مستحيلة غير ممتنعة في حق كل مخلوق كان إنسيا أو جني أو شيطانا، إلا الشيطان الذي توعده الله من مضر، ذاك أمره آخر. فوجب أن يسمح كل جن وكل شيطان يعقل بإذن الله عز وجل، يفهم بفضل الله سبحانه وتعالى. إذا كل من يدخل البدن، كل من يدخل البدن الإسلام في حقه غير مستحيل غير ممتنع، لأن إبليس الأصلي لا يدخل إلى الأبدان. هذا من جهل بعض الناس، يظن إبليس يدخل عرشه وسيدخل إلى البدن. أنت في هذه المنظومة في هذا الكون كم انقياسك ووزنك؟ لا شيء. فالإبليس الأصلي عرشه على الماء يضاهي عرش الرحمن لا يدخل الأبدان، هو ما وظيفته أعلى من ذلك بكثير، يسوء العالم في إضلاله وفي نوره، له جهود كثير جهود كثر لا يمكن يدخل. فكل من يدخل البدن التوبة في حقه غير ممتنعة غير مستحيلة، يبقى من جنوده، يبقى من شياطينه، من أبائسه، مسلم رب العالمين إذا شاء الله تعالى شرح صدره وهذا قلبه، إذا شاء الله تعالى فتح عليه بالنور بالعلم بالبيان بالخير بحب القرآن بحب السنة إذا شاء الله جل وعلا. فلهذا لا بد أن تفهم هذه الأمور، بارك الله فيكم، ما عادش فيها صعوبة، فيها قسوة، فيها شدة، بحسب قربه وحسب عقيدته، حسب يعني ما جرى في قلبه، ما كان يعيش عليه، ما يغلب عليه من طبع ويغلب عليه من سحر، لكن ليس مستحيلا، ليس ممتنعا. فليفهم هذا بارك الله فيكم. بعض الناس جهلوا هذا فظنوا أن ذاك مستحيل أو ممتنع، لما يقول إبليس كيف إبليس شيطان كيف لا، فحتى الشيطان تفهم هذا أكثر من بعض الجهال. الشياطين تفهم هذا تسلم لله جل وعلا، فهذا لا يخالف عقيدة ولا فقها ولا نصا، والحمد لله رب العالمين. فاسمع ماذا قال الله جل وعلا، وأسأل الله أن يكون أن تكون من أصحاب التوبة والهداية من فضل الله تعالى. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم، الأمر كان لفرعون لا تقديم ولا تأخير إلا بإذن الله. فلما جاءت التوبة في قلوب الصحابة سجدوا لله تعالى، فما استشاروا فرعون أن أرضهم من الله جل وعلا، خروا إلى الله تعالى بقلوبهم وأبدانهم. فرأى فرعون أن شيئا غريبا يقع في ملكته، أنهم أسلموا ولم يستأذنوا. فهنا أمر جدل، إضافة إلى مجال موسى وإبطال أصحاب الصحابة إيمان الصحابة، هذا أمر عظيم، هنا انقلاب، هنا شيء عجيب. آمنتم له قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر، انظر كيف وصفها بالمكر، إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. تفكروا لي لتليها بالحية، اسمع لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. الأمر مش سهل، أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم على جذوع النخل أجمعين. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون. الإيمان، اسمع يا ترى الإيمان
وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا اسمع ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. علم أن موسى سينفذ وعيده وسوف يعذبهم وسوف يقتلهم، هل باعوا دينهم؟ هل ساوموا في قضية الله تعالى نصرهم بها وهي الإيمان؟ لا. ماذا قالوا؟ أول شيء ما قالوه آمنا بآية ربنا لما جاءتنا، علم أن هذا ليس سحر، هذا وحي. لو كان سحر لعلمناه، تلحق كبار الصحابة في العالم. إذن هذا وحي من الله، ما جاء بموسى حقا. ولعلمنا يا فرعون أنك ظالم، ولعلمنا أنك تريد أن تؤذينا، وستؤذينا بوعيدك، وتستطيع أن تسوي ذلك، لكن سوف نستعين بالله ربنا. ماذا قال؟ ربنا أفرغ علينا صبرا، كان يظن فرعون ربهم. سبحان الذي هدى. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والدم آيات فصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ونرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرفون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على
أصنا منهم. قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال إنكم قوم تجهلون. قال إنكم قوم تجهلون. إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك. قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما فاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال يا موسى إني استطعتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون.
والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا أنه قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين نرى بفضل الله من يؤمنون بالله تعالى ويقومون على الإسلام وإيمان وإحسان لله جل وعلا فأسلموا لله تعالى جميعا واعلموا أن الله تعالى أحبكم بالتوبة والتوبة والإسلام والهداية باتباع عيسى وموسى وعيسى والنبي العدنان محمد صلى الله عليه وسلم فهذا كلام الله كلام الله تعالى هو القرآن فاعلموا رحمكم الله تعالى أن الإسلام ودين الله يتضاه للعالمين يتضاه للإنس والجن أجمعين قال الله تعالى وإنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم أن لا تعلوا عليه وأتوني مسلمين فإن كل من جاءوا بسحر طراعنه لو كان فرعون في قومه إلى من كان فرعون في الهرم على قومه إلى من كان فرعون في الهرم على قومه إلى من كان فرعون بالهرم في الهرم على قومه اعلم أن الله تعالى كتب لك الإحسان جنة الدنيا وجنة الآخرة كتب لك الإحسان وجنة الدنيا وجنة الآخرة وربنا غفور كريم رحيم رحمن إلى من كان على الهرم يعيش سنين ويحيى سنين على النسل والسلالة وعلى الجمال والقوام والعلم والعمل والمال إلى من كان فرعوني في الهرم إلى من كان فرعوني في الهرم أسلم لله سلمك الله غفر لك أسلم لله واجعل مملكتك على الخير وهرمك على الخير واجعل جبلك على الخير واجعل قوتك في خير فهي إلى الله جل وعلا واتبع موسى عليه السلام واتبع النبي العدنان هيا إلى الله جل وعلا إلى الله سبحانه وتعالى هيا إلى الله وقلها لله طاعة لله يحبك الله ويغفر لك ونراك قريبا بالتوحيد نراك بإذن الله تعالى في الشمال بالتوحيد والسدادة والإيمان فهيا إلى الله جميعا رحمكم الله نزداد حجة ويقينا بالقرآن فاسمع بإذن الله إلى كلام الله جل وعلا أسأل الله أن يحبك ويرضى عنك ويغفر لك آمين فاسمع ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا اسمع ولا شك أنكم قلتم ما في أنفسكم قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون إلى الملك فك القيد والسحر يرحمك الله إلى الملك فك القيد والسحر يرحمك الله
فسحر هذا ولا يفلح الساحرون سبحان الهادي الذي يهدي سبحانه والله العظيم هو الذي يهدي والله يبلنا وتالله والهادي كانوا في أمر مريج كانوا في أمر عظيم سنين طويلة وكيف يأتي الله تعالى بآية القرآن ذاك السر عند ربي القلوب من أصبع مصدر الرحمة لو وجد الناس مدعوهم والله نحن قصدين في حق غير المسلمين فيهم خير فقه كنز العقل كنز العدل كنز حتى في من كفر بالله هناك من عنده صدق وإنصاف وعدل لكن لم يجد من يبلغه آيات الله عز وجل انظر كيف قصد الله تعالى إلى فرعون رب ما قال لا خلاص ذاك فرعون ذاك يقرب كل أعلى ذاك معه أنا مقرب أعلى واصبر وقول قول الذين اسمع أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء وما نحن لكما بمؤمنين اسمع وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون ربنا ليضلوا عن سبيلك
ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلقك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدقا ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم. إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممتنين. ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. الحمد لله الهادي يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. اللهم ربنا إنك تعلم سره وتعلم حقيقته وتعلم حاله وأنفاسه وتعلم هرمه وركبته وتعلم ربنا واقعه وتعلم ربنا ما كان عليه من قوة السحرة وبشد السحرة وطول السحرة. اللهم ربنا إنك تعلم من أسلموا قبله ومن أتوا قبله. اللهم إنك تسلم من كانوا معه ومن أسلم من آمنوا من كانوا معه. اللهم ربنا إنك أنت الله لا إله إلا أنت. اللهم إنا استجابته ولينه وتوحيده. اللهم ربنا هيئه من أمره رشدا. اللهم ربنا إنك أنت تعز من تشاء إن شاء الله أعزه بالإسلام. اللهم أعزه بالإسلام. اللهم أعزه بالإسلام. اللهم استعمله في الإسلام والإيمان. اللهم أعزه بالإسلام. اللهم أعزه بالإسلام. اللهم أعزه بالإسلام. اللهم أعزه بالإسلام. اللهم أعزهم بالإسلام. اللهم ربنا إنك بشرت وأنت الله لا إله إلا أنت بخروج من كانت على أمه وفي خروج من كانت على أمه ومن كانت تلازم أمه ومن كانت تراقب أمه. اللهم إنك ربنا بشرت بخروج من كانت على قماش أبيض وعلى كفر أبيض. اللهم إنك بشرت ربنا بخروج من كانوا على قبور كانوا الأجداث كانوا على الموتى. اللهم ربنا إنك أنت الله لا إله إلا أنت بشرت ربنا بإبطال أسعى كانت على نجوم وعلى كواكب وعلى قمر. اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت ربنا لك الحمد في الأولى ولك الحمد في الآخرة. لك الحمد ربنا في الأولى والآخرة. فلا تجعله ربنا إكراها ولا سحرا ولا عقدا ولا أقفال ولا سلاسل ولا أسحارا. اللهم ربنا اجعلهم جميعا على بر وعلى خير. اللهم ربنا اجعلهم جميعا على بر وعلى خير. اللهم ربنا اجعلهم جميعا على بر وعلى خير. اللهم ربنا لا تبقى آثارا على سوءة أو عورة أو وطء أو جماع أو فراش أو زواج أو حمل أو ولادة أو جماع أو قوام أو قوام أو عمل أو مال. اللهم ربنا كل سر كان موصول على الأجداد وعلى الآباء من الجدات كان من الجدة من الجدة من الجدة من الأم على الأم على الأم على الإبنة على الحفيدة. اللهم ربنا يبطل ويزال كل سر كان على جدي على الأبي على الأبي على الأبي على الذرية يبطل ويزال. اللهم كل سر كان من الجارات والقربة يبطل ويزال. اللهم كل سر كان لحفظه ولحفظه ولحمايته والاستعانة. اللهم ربنا آذى العرض وآذى العرض وآذى العرض وآذى الفراش وآذى الجمع يقبل ويزعل. اللهم ربنا كل سحر كيفما كان حاله على ذبح على ضرب بدماء آذى الأجساد
في عفة وعافية وصلاح وجمال وقوام وزواج وإنجاب وأبناء. اللهم أبطله ويقتل ويزال. اللهم ربنا كل دين أسلم لله جل وعلا. القيد والقيد عليه خفية تبطل وتزال. الأسرار خفية تبطل وتزال. الأسحار خفية تبطل وتزال. اللهم ربنا أبطل أسرار العين. العين القوية العين القوية العين القوية العين القوية الإبليسية القوية الشيطانية القوية الإبليسية القوية الشيطانية القوية تبطل وتزال. عيون الفراعنة أسحارها سهامها رسومها حياتها ثعابينها. بسم الله آثارها سمها في الدماء تزال. سموها في العظام تزال. شوهت جمالها شوهت خصرها شوهت بطنها شوهت صدرها شوهت وجهها تبطل وتزال. اللهم ربنا سموم الحيات والعقارب والثعابين سموم البيتات والملوك آثارها في الدماء في الدماء تزول. شوهت جمالها شوهت خصرها شوهت بطنها شوهت صدرها تبطل وتزال. اللهم ربنا سهامه التي كانت من الأبارسة على الخصر فشوهت على الخصر فشوهت على البطن فشوهت على الصدر فشوهت على الفخذ فشوهت على الوجه فشوهت على العين فشوهت. اللهم ربنا تبطل وتزال. بسم الله تبطل وتزال. بسم الله تبطل وتزال. بسم الله تبطل وتزال. بسم الله تبطل وتزال. سموم الحياة والسعامي سموم الفراعنة والحياة والسعامي سموم الحياة والفراعنة آثارها آثارها القوية سنين وهي في البدن آثارها آثارها سنين وهي في البدن آثارها فيها التنفس فيها تندغ فيها تندغ فيها تسحب فيها تسحب فيها تحسن. اللهم أسحارها آثارها تبطل وتزال. حيات كن بكثرة 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 سموها في البدن سموهن في البدن سموهن في البدن. بسم الله تزال 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 تزال. بسم الله في الخصر تزال في الخصر تزال في الخصر تزال في البطن تزال في البطن تزال. غيرت خصرة شوهت خصرة غيرت بطنا غيرت بطنا شوهت بطنا غيرت صدرة شوهت صدرة. بسم الله تزال بسم الله تزال. سهام تزال نبال تزال سهام تزال نبال تزال سمو تزال سمو تزال سمو تزال سواد يزال. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. على وجهي يزال على عيني على حجم العينين يزال على حجم العينين يزال على وجهي على حجم الخشم يزال على الشفتين يزال على الخطين يزال. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. على الوزن على الوزن يزال على الوزن في الوزن في الوزن يزال على الوزن يزال على الشحم على اللحم يزال على الشحم على اللحم يزال. بسم الله بسم الله بسم الله. على القدم على الساق على الفخذ على القدم على الساق على الفخذ يزال. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. آثار الحياة آثار الحاسدات آثار العينات آثار الحياة آثار الثعابين آثار الحياة تزال آثار الثعابين تزال آثار الحياة تزال آثار الثعابين تزال. على القدم تزال على الساق تزال على الفخذ تزال على الخصر تزال على الخصر تزال على البطن تزال على الصدر تزال على الوجه تزال. بسم الله تزال آثار العين تزال آثار الحسد تزال آثار الصحة تزال آثار الحياة آثار الحياة آثار الثعابين تزال آثار الحياة آثار الحياة آثار الحياة آثار الحياة آثار الثعابين تزال. بسم الله تزال بسم الله تزال بسم الله تزال. من القدم إلى الرأس تزال 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 تزال. بسم الله 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 بسم الله. تزال سموم الحياة سموم الحياة سموم الثعابين سموم الحياة سموم الثعابين. بسم الله تزال شوهت قدما شوهت ساقا شوهت أخذا شوهت خصرا. بسم الله تزال بسم الله تزال. عين تزال 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 عين تزال. بسم الله عين تبطل عين تبطل عين تبطل عين تبطل عين تبطل آثارها في القلب تبطل عينها عين 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 آثارها في القلب تبطل في القلب تبطل في القلب تبطل في الساق تبطل في الساق تبطل في الخصر تبطل في الخصر تبطل في الخصر تبطل في الحزام تبطل في البطن تبطل في البطن تبطل في البطن تبطل. عين 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 آثار عين 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 ساق عين 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 آثار عين 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 ساق آثارها تزال آثارها تزال في القلب تزال في القلب تزال في الساق تزال في الفخذ تزال في الخصر تزال في الحزام تزال في البطن تزال في الصدر تزال آثارها تزال. عين شوهت عين شوهت عين غيرت 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 في الوزن في الوزن غيرت في الوزن غيرت في القامة غيرت في الجنان غيرت في الخصر غيرت في الساق غيرت في الصدر غيرت في وجهه غيرت في القوام غيرت في العينين غيرت عين 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 آثارها تزال عين 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 آثارها تزال عين ساب آثارها تزال عين آثارها تزال عين ساب آثارها تزال.
في الخصر تزاد، في الفخذ تزاد، في الساق تزاد، في القدم تزاد، في الشحم تزاد، في اللحم تزاد، في الدم تزاد، في القوام تزاد، في العمام تزاد، في الصدر تزاد، في الوجه تزاد، آثارها تزاد، بسم الله تزاد، بسم الله تزاد، بسم الله تزاد، رقدها رقدها تزاد، رقدها رقدها تزاد، صمها يزاد، صمها يزاد، رقدها تزاد، صمها يزاد، رقدها تزاد، صمها يزاد،
لا إله إلا الله، الله أكبر، نجعلها في الهرم. لا إله إلا الله، والله أكبر، نجعلها في الهرم. لا إله إلا الله، والله أكبر، نجعلها في الهرم. لا إله إلا الله، والله أكبر، نجعلها في الهرم. لا إله إلا الله، والله أكبر، نجعلها في الهرم. لا إله إلا الله، والله أكبر، نجعلها في الهرم. لا إله إلا الله، والله أكبر، نجعلها في الهرم. لا إله إلا الله، والله أكبر، نجعلها في الهرم. لا إله إلا الله، والله أكبر، نجعلها في الهرم. لا إله إلا الله، والله أكبر، نجعلها في الهرم. لا إله إلا الله، والله أكبر، نجعلها في الهرم. لا إله إلا الله، والله أكبر، نجعلها في الهرم. لا إله إلا الله، والله أكبر، نجعلها في الهرم. لا إله إلا الله، والله أكبر، نجعلها في الهرم. لا إله إلا الله، والله أكبر، والله أكبر، نجعلها في الهرم. لا إله إلا الله، والله أكبر، نجعلها في الهرم. لا إله إلا الله، والله أكبر، نجعلها في الهرم. لا إله إلا الله، والله أكبر، نجعلها في الهرم. لا إله إلا الله، والله أكبر، نجعلها في الهرم. لا إله إلا الله، والله أكبر، نجعلها في الهرم. لا إله إلا الله، والله أكبر، نجعلها في الهرم. لا إله إلا الله، والله أكبر، نجعلها في الهرم. لا إله إلا الله، والله أكبر، نجعلها في الهرم. لا إله إلا الله، والله أكبر، نجعلها في الهرم. لا إله إلا الله، والله أكبر، نجعلها في الهرم. لا إله إلا الله، والله أكبر، نجعلها في الهرم. لا إله إلا الله، والله أكبر، نجعلها في الهرم. لا إله إلا الله، والله أكبر، نجعلها في الهرم. لا إله إلا الله، والله أكبر، نجعلها على رأس الهرم. لا إله إلا الله، والله أكبر، نجعلها على رأس الهرم. لا إله إلا الله، والله أكبر، نجعلها على رأس الهرم. لا إله إلا الله، والله أكبر، نجعلها على رأس الهرم. لا إله إلا الله، والله أكبر، نجعلها على منظومة الهرم. لا إله إلا الله، والله أكبر، نجعلها على ماسونية الهرم. لا إله إلا الله، والله أكبر، نجعلها على فرعونية الهرم. لا إله إلا الله، والله أكبر، نجعلها على سليمانية الهرم. لا إله إلا الله، والله أكبر، نجعلها على الهرم. لا إله إلا الله، والله أكبر، نجعلها على الهرم. على ملوك الهرم، على ملوك الهرم، على ملوك الهرم، على سهرة الهرم، على سهرة الهرم، على سهرة الهرم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، والله أكبر. لا إله إلا الله، والله أكبر، نجعلها على أسهار الهرم، على طناسيم الهرم، على عهود الهرم، على ورود الهرم، على موراث الهرم، على موراث الهرم، على موراث الهرم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، نجعلها على هرم، على هرم، على هرم، على هرم، على هرم، على هرم، على قيود الهرم، على قيود الهرم، على قيود الهرم، على سلاسل الهرم، على غفاء الهرم. لا
إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بها تحل أسرار الهرم على السلالة أسرار الهرم على السلالة أسرار الهرم على الجمال أسرار الهرم على السلالة أسرار الهرم على الجمال أسرار الهرم على السلالة أسرار الهرم على الجمال أسرار الهرم على الزواج أسرار الهرم أسرار الهرم على الأبناء أسرار الهرم على الولادة أسرار الهرم على السعادة أسرار الهرم أسرار الهرم أسرار الهرم فدارسة الهرم فدارسة الهرم فدارسة الهرم بسم الله نجعلها على سر الهرم على سر عظيم في السرطة على سر عظيم من الأم في المشيمة على سر عظيم من الدماء على سر عظيم في البطن على سر عظيم في الرحم على سر عظيم في الحمل على سر عظيم في النفاس على سر عظيم على سر عظيم في بطن في بطن الأم في رحم الأم في بطن الأم في رحم الأم في بطن الأم في رحم الأم بسم الله نجعلها على الهرم 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 أسرار الهرم تخرج بسم الله أسرار الهرم تخرج بسم الله أسرار الهرم تحل بسم الله أسرار الهرم تغتال بسم الله أسرار الهرم تكشف بسم الله أسرار الهرم لا إله إلا الله 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 بسم الله نجعلها على سر الهرم على العقل هرم على العقل هرم خفيف 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 يمحى بسم الله يمحى بسم الله على العقل هرم على العقل هرم في العقل هرم على العقل هرم في العقل هرم خفيف على العقل هرم في العقل هرم على العقل هرم في العقل هرم خفيف على الهرم على العقل هرم في العقل هرم خفيف 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 على العقل هرم في الفهم هرم خفيف على العقل هرم في الدماغ هرم في الدماغ هرم في الدماغ هرم في الدماغ هرم خفيف على العقل هرم على العقل هرم على العقل هرم على العقل هرم بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يبحث هرم يبحث هرم يبحث هرم في العقل هرم في العقل هرم في الدماغ هرم خفيف يمحى بسم الله في الجبهة هرم في الجبهة هرم في الناصية هرم في الناصية هرم في الناصية هرم خفيف 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 يمحى بسم الله 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 في الجبهة هرم بسم الله يمحى كل هرم على القلب 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 يمحى كل هرم على البطن يمحى كل هرم على البطن بسم الله يمحى كل هرم على العورة 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 بسم الله يمحى كل هرم على العورة 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 بسم الله يمحى كل هرم يمحى كل هرم يمحى كل هرم على العورة 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 بسم الله يمحى كل هرم على القلب على الفؤاد على الصرف 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 على القلب على الفؤاد على الصدر بسم الله يمحى كل هرم 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 على القلب على الفؤاد على الصرف على القلب على الفؤاد على الصرف على القلب على الفؤاد على الصدر بسم الله يمحى 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 كل هرم كل هرم على العينين
عينيها رب العينيها 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 رب والحمد لله
حملا كبيرا لم نر معها هرما، إنما توحيدا وسكينة. اللهم إنك أنت الباري والخالق والمصور والقادر والمقتدر والعليم بالخفايا. اللهم لا تدع في الجسد هرما إلا دمرته. اللهم اجعل ربنا بنيانا كل ما يبنى على بر وعلى خير وعلى تقوى. اللهم اجعله نورا وبرا وخير وهدى وتقى. اللهم لك الحمد، لك الحمد كله. واجعل كل من كان في البدن على اسلام وايمان وهتام وقوه وفلاح وفلاح وصلاح يا ذا الجلال والاكرام. ونواصل معه بتوفيق الله بعدما نسمع باذن الله ما يحصل معها، وبعدها باذن الله جل وعلا فلنرقي فيما يقع فيها من صور واشكالها، وبعدها باذن الله فنبني عليها غدا بتوفيق المولى جل وعلا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم ربنا تسليما كثيرة. حتى كل شخص بزاف تأثروا هذا الوقت هنا فيسبوك، كل واحد يفتح شنو بالضبط، لأن بزاف تأثروا سبحان الله حاولنا ودائما. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوحيد وأرفع بفضل الله تعالى. فأسأل أن يحفظكم وأن يحميكم وأن يغفر لكم وأن يوفقكم وأن يحفظكم من قيود النجوم والكواكب والنجاسات والدماء والاصحاب والاشرار، ويجعلكم اخيار ابرار ابخار. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.